سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتي وقناتكم إيناس بوكري. إذا اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع مهم جدا، ألا وهو تحديد ثمن البيع أو لا كيفية تحديد ثمن البيع. اليوم غادي نتكلموا على استراتيجية التسعير. بزاف ديال المقاولين ولا حاملين المشاريع سواء في الخدمات أو في المنتوجات كيكونوا حاصلين في هذه النقطة. شنو هما العوامل اللي خاصني ناخذها بعين الاعتبار باش نحدد ثمن البيع؟ إلا كنتم مهتمين بهذا الموضوع نبداو على بركة الله. أولاً وقبل كل شيء الإخوان والأخوات، يجب استحضار أن التسعير أو الوضع وتحديد ثمن البيع هو اللي كيحدد لنا الربح ديالنا في المقاولة. شحال بغينا نربحو، شحال هو الهامش الربحي ديالنا، وشحال غادي نحققو في الشهر، وبالتالي شحال غادي نحققو في العام. كما كنقولوا ان التسويق هو اللي كيحدد لنا المبيعات، فالتسعير او لا وضع ثمن البيع هو اللي كيحدد لنا الربح ديالنا. هاد التسعير ولا هاد وضع ثمن البيع كيدخلوا فيه مجموعه من العوامل بعين الاعتبار. اول شيء هو الفئه المستهدفه، اكيد فاول شيء نعقلوا عليه هو الفئه المستهدفه. كنرجعوا دراسة السوق، وغادي نخلي لكم في الرابط لتحت يعني الحلقة اللي تكلمت فيها على دراسة السوق واشنو كندرسو في دراسة السوق، شنو هي العوامل. فاول شيء الفئة المستهدفة، التسعير كيدخل فيه الفئة المستهدفة. مع من بغيت نخدم انا؟ واش مع الهوتغام الفي اي بي يعني الفئة الغنية، ولا الفئة المتوسطة، ولا الفئة الفقيرة، ولا قد الحال؟ يعني هنايا اول شيء كيدخل في التسعير هو الفئة المستهدفة. ثاني نقطة هي السوق اللي غادي نفتح فيه انا، كي داير ملي كنتكلموا على السوق يعني كيفاش داير العرض والطلب وكي دايره المنافسة. يعني هذه هي النقطة الثانية التي يجب استحضارها في التسعير. وهنايا نعطيكم غير على سبيل المثال، انا اكيدة انها غادي تكون وقعات لكم انتم شخصيا ولا غادي توافقوني الراي. على سبيل المثال عندنا جوج ديال لي ريستورون، جوج ديال المطاعم، كتلقى واحد المطعم يعني حط المنيو ديالو ولا التسعير ديالو بناء على الجو اللي دايرو، على الديكور اللي دايرو، على لا بريزون شارج ولا يعني التعامل اللي كاين من طرف دوك لي سيرفور. فتقدر تقول ان دوك لي بري اللي كاينين في المنيو او الاثمنه اللي كاينين في المنيو ديالهم ils sont justifiés. يعني كنفهم علاش دايرين هاد الاسمنه، لحقاش البلاصه واعره، لحقاش الديكور واعر، لحقاش البيرسونيل اوبيتي سوان كيتهلاو في الناس، الى ما غير ذلك شنو خصك سيدي، شنو خصك لاله، الى ما غير ذلك من العوامل. تقدر تلقى ريستورون حداه فيه نفس الاسمنه اللي نقدروا نقولوا على سبيل المثال شويه غاليين على سبيل المثال، ولكن ما كيوفرش نفس الجلسه، نفس الجو، نفس الديكور، نفس الاضاءه، نفس التعامل ديال البيرسونيل. فهنا يقدر تقول ان يعني حتى الا حطيتي فلوسك في الاول ماشي مشكل، لحقاش مره في الزمان كاين هاد مجموعه من العوامل اللي هي تقدر انها تجوستيفي لك او لا تبرهن لك داك الثمن انه مقبول. اما بالنسبه للمطعم الثاني فكتقول ما كيتوفروش فيه كاع هذوك العوامل، ودايرين نفس الاثمنه ديال المطعم الاخر، وبالتالي هاد الاثمنه اللي حطهم هاد المطعم او لا هاد طريقه التسعير اللي دارها هاد المطعم ما هياش، فبالتالي كينفر منه الزبناء، ما كيجلسوش عنده، كيمشيو يتجهوا لمنطقة أخرى. هذه مثال بسيط كيفاش استراتيجية التسعير ديالنا يمكن أنها تخرج علينا بالنسبة للفئة المستهدفة كما ذكرت في الأول، وبالنسبة للسوق يعني العرض والطلب والمنافسة اللي كاينة بالجوار. كذلك من بين العوامل اللي كتدخل في استراتيجية التسعير أو لا تحديد أو لا وضع ثمن البيع هو الميزة التنافسية. واش أنا عندي واحد الميزة تنافسية؟ واش عندي واحد القيمة مضافة اللي يمكن لها أنها تحدد لي ثمن؟ لربما هذه الميزة التنافسية تقدر تكون السرعة. نقدر نعطي على سبيل المثال ماكدونالد، بزاف ديال الموظفين ولا بزاف ديال الناس اللي كيكونوا مشغولين في أوقات العمل كيبغيو شي حاجة فاست فود دغيا خفن زربن، ما تسناش حتى يعني يطيب لك الحاجة، سا بخون دو طون، تاخذ بزاف ديال الوقت، إلا ما غير ذلك يعني خفن زربن كيكون عندك الوجبة ديالك. السرعة على سبيل المثال هي ميزة تنافسية.
كميزة تنافسية أخرى نقدر نتكلم على الأمان. على سبيل المثال، إذا أنت أب ولا أم وبغيتي تدخل يعني الوليد ولا البنية ديالك الحضانة، فكتقلب على ميزة تنافسية ديال الأمان. يعني إذا كان شي حضانة اللي معروفة بهذه الميزة هذه، فغادي تحبدها أكثر بالمقارنة مع المنافسة. وهذه ميزة الأمان تقدر أنها تجستيفي لنا ولا تعللنا استراتيجيات التسعير ديال ديك الحضانة ولا ديال داك المشروع على سبيل المثال. وهناك أكيد مجموعة من الميز التنافسية الأخرى اللي لربما غادي نطرقوا لهم في فيديو مستقبلي إن شاء الله. دونك احنا دابا تكلمنا على ديال ثلاثه ديال العوامل الاساسيه اللي كتدخل في تحديد ثمن البيع. للاعاده كاين الفئه المستهدفه، كاين السوق يعني العرض والطلب والمنافسه، والنقطه الثالثه الا وهي يعني الميزه التنافسيه. واش انا كمشروع عندي واحد الميزه تنافسيه اللي تميزني على المنافسه؟ احنا دابا عرفنا هاد ثلاثه النقاط. النقطة الموالية اللي غادي نتكلموا عليها في تحديد ثمن البيع هي يعني معرفة تكاليف المنتوج أو الخدمة بطبيعة الحال. ومن نقول التكاليف، هناك تكاليف مباشرة يعني أعباء مباشرة عندها علاقة بالمنتوج أو الخدمة مباشرة، وهناك تكاليف غير مباشرة. فبالتالي مجموعة من الناس اللي يقدروا أنهم يحدوا ثمن البيع، يعني كينتجوا مثلا على سبيل المثال كينتجوا هذا، فكيقول لك أودي كاين بلاستيك، كاين فوالا المداد، كاين كذا وكاين كذا، يعني كل ما تراه العين المجردة. ولكن كينساو في الأعباء أعباء أخرى، فحال عبء الكراء. لحقاش حنا كارين واحد المحل ورحنا هو اللي كنتجوا فيه هاد السيلويات هادو، على سبيل المثال عبء اليد العاملة. لحقاش حنا عندنا واحد بيرسونيل ولا واحد الناس خدامين معانا اللي تاهما كنخلصوهم، عبء الماء والضو، الانترنت، مصاريف لومبالاج الا كان شي تعليب او لومبالاج ديال البرودوي ولا يعني البرودوي بحد ذاته، الا كان خدمه يعني الا كان يعني تنقل من مدينه اخرى من مدينه لمدينه اخرى او لا تنقل داخل المدينه هذا عبء يجب استحضاره. فاول شيء كما قلت لكم الاخوان والاخوات يجب استحضار يعني ومعرفه تكاليف المنتوج قبل ما نحدو ثمن البيع. وهنا قبل ما نذكر مجموعه من الاستراتيجيات، كاين بعدا واحد لو دو استراتيجي اللي نقدروا نخدموا بهم في تحديد ثمن البيع. الاستراتيجيه الاولى هو اللي كيسموها استراتيجيه لالينيومون، او اللي هي من لالين يعني من المسطره. نشوف المنافس بشحال كيبيع، المنافس كيبيع ب 50، حتى انا نتالين يعني نتسطر مع المنافس وحتى انا نبيع ب 50. لا استراتيجي دالينيومون. كاين استراتيجيه اخرى اللي هي لا استراتيجي دو كومبيتيتيفيتي او لا استراتيجيه التنافسيه. هاد الجمل كاملين ولا هاد بعض المصطلحات بالفرنسيه كنشرحهم لكم بالعربيه كذلك. استراتيجيه التنافسيه او لا استراتيجي دو كومبيتيتيفيتي هي ان نشوف المنافس بشحال كيبيع ونحاول انا ممكن نقولوا ما نهبطش السوق، ولكن كنقص ديك بتي ديفيرونس يعني واحد الدريهمات معدوده باش كنكون تنافسي اكثر. وهنايا انا ما كنقولش هاد الطريقه احسن من طريقه اخرى، نحن نقوم يعني باستحضار جميع الطرق والاستراتيجيات المتواجده ونناقشها، وكل واحد فيكم اكيد يعطينا الراي ديالو الشخصي في هاد الاستراتيجيات. كاستراتيجيه اخرى هناك استراتيجيه التسعير بالقيمه. تسعير بالقيمه فاليو يعني بلا فالور ديال المنتوج ديالك اولا بالخدمه ديالك. وهنا هما ما كيسميوه بريستيج، هما يسميوه بريستيج على سبيل المثال. ملي كتكون الشركه اولا يعني المشروع ديالك جامع واحد يعني القاعده جماهيريه اللي هي كبيره، فاش كتكون عندك واحد لابارد مارشي ولا واحد الحصه سوقيه اللي هي كبيره، كتعرف ان الزبائن ديالك ولا الزبناء المحتملين عندهم واحد الاستعداد للشراء. نعطيكم على سبيل المثال الايفون، فاش كيخرج الايفون ولا شي ايفون جديد كيخرج اكيد بواحد الثمن اللي هو غالي، واحد الثمن اللي غالي. ولكن مع ذلك كتلقى ان في ميريكان على سبيل المثال النهار اللي كيكون لو لونسمون ديال ديك داك الايفون الجديد، فكتلقى لا كو والناس كيباتوا في ديك الصف باش انهم ياخذوا داك المنتوج الجديد اللي خرج اللي كيكون الثمن ديالو او التسعير ديالو غالي.
فهذا ما يسمى استراتيجية التسعير بالقيمة. فحتى انت الا كنتي كمشروع غادي الفئة المستهدفة ديالك هي الفي اي بي او لا الفئة الغنية، فتقدر دير هذه الاستراتيجية اكيد. وبالتالي خاص اكيد يعني المنتوج والجو ولا كاليتي وكل شيء يكون غادي مع هذه يعني استراتيجية التسعير بالقيمة. وهنا ملي تكلمت لكم على الايفون لونسمون ديال الايفون، وقلت لكم بلي على سبيل المثال في امريكان كيكونوا يعني الصف كبير والناس كيباتوا بالليله وجوج الى ما غير ذلك باش ياخذوا داك المنتوج الجديد. تفكرت واحد لارتيكل كنت قريته واللي كانت واحد الشركه ما عندها حتى علاقه بالموضوع، ولكن غادي نحل بين قوسين. واحد الشركه تاسست في امريكان اللي لقات ان كاين واحد الاحتياج للانتظار، يعني شتي ملي كتكون هكاش اي اداره بحال دابا هكا الايفون يعني لقاوها من ديجا هما قال لك لقاوها من لونسمون ديال الايفون الجديد. الناس كما قلت لكم كتبات بالليالي وبالسوايع باش يتسناو توصل النوبه ديالهم باش يشريو ايفون جديد. فبالتالي اختاروا واحد الشركه جديده ولا صنعوا واحد الشركه جديده اللي هي كتشد لك لا كو تو سامبلمون، يعني فيها واحد الناس الا عندك شي غرض كيف ما بغى يكون النوع ديالو وفيه النوبه او لا فيه لا كو، هما كيمشيو يشدوا النوبه عليك نتايا وكيقضيو لك داك الغرض. نغلقوا القوس ونرجعوا للاستراتيجيات اللي كنتكلموا عليهم. تكلمنا على استراتيجيه التسعير بالقيمه. الاستراتيجيه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها هي استراتيجيه التسعير لدخول السوق او لا استراتيجي دو بينيتراسيون، تسعير لدخول السوق او تسعير المنافسه. هاد الاستراتيجيه كنديروها يعني كيديرها الشركه ولا المشروع من اجل الانتشار، يعني جينيرالمون كتلقى كيهبط السوق. اعيد واكرر مره اخرى، انا لا يعني ماشي كنقول هاد الطريقه هي احسن طريقه ممكنه، ولكن نحن نناقش الاستراتيجيات اللي كاينين. كيهبط السوق هنايا فيما شنو كيعطينا، كيعطينا حروب الاسعار، كيجي واحد كيهبط الاخر كيتنافس معاه كيهبط الاخر كيهبط وكيبقى السوق كيطيح بهذه الطريقه. فهنايا استراتيجيه الدخول للسوق او لا سياسه الانتشار كتلقى ان المشروع كيهبط الثمن بزاف بالمقارنه مع المنافسه باش انه ينتشر ويتوشي اكبر عدد، يعني هنايا كيلعب على الكم، كيتوشي اكبر عدد من الناس ممكنين، واللي كان شي ربح يعني غادي يكون من خلال يعني لو نومبر او الكم اللي باعلو. هذه ما تسمى باستراتيجيه الانتشار. يقدر يكون فيها الخساره في الاول، ولكن هو كما قلت لكم الهم ديالو الاول والاخير هو الانتشار وانه يكتسح السوق. فبالتالي واخا حتى يخسر هو ما مسوقش لهذه القضيه هذه. واكيد ان هذا النوع من الاستراتيجيات خاصهم واحد التمويل اللي يكون صحيح، لحقاش تقدر تكون الخساره، اكيد غادي تكون الخساره في الاول. فبالتالي خاصهم يعني يكون عندهم واحد التمويل خاص بهم اللي يقدر انهم يوقفهم في دوك الشروط. اما بالنسبه للاستراتيجيه الثالثه او لا السادسه، لحقاش هضرنا على لا استراتيجي دالينيومون قد يقدو كيبيع ب 50 كنبيع ب 50، هضرنا على استراتيجيه التنافسيه، هضرنا على استراتيجيه التسعير بالقيمه، هضرنا على سياسه الانتجار او التسعير الدخول الى السوق. اما بالنسبه للاستراتيجيه الخامسه فهي التسعير البسيكولوجي. ما هو التسعير البسيكولوجي؟ هو ديك 99 كبيره وبالقرا فاصله 95 صغيره وما بيناش، يعني التسعير البسيكولوجي اللي كيستحضر العامل البسيكولوجي اللي كيخلي ان الكليان يعني ينقاد في يعني النزوات التسويقيه اللي كاينه في السوق. وبالتالي الاخوان والاخوات غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، نتمنى انكم تحطوا اثمنه البيع ديالكم بتمعن تام. لحقاش الا حطيتي ثمن البيع بالخساره غادي تلقى راسك انك كتبيع بطريقه يوميه، ولكن في اخر الشهر ما كاين لا ربح لا والو، حيتاش ما استحضرتيش مجموعه الاعباء ديالك المباشره والغير المباشره، وكذلك ما استحضرتيش يعني الفئة المستهدفة، السوق والميزة التنافسية ديالكم. تبارك الله عليكم، شكرا على الثقة الدائمة. ما تنسوش انكم تضغطوا على زر ابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وانكم تاكتيفيو الجرس باش فيما نحط شي فيديو جديدة توصلكم كذلك. ما تنسوش انكم تدعمونا بزر لايك، وانكم تشاركوا القناة مع اصدقاء وصديقات ديالكم. دمتم متألقين في رعاية الله وحفظه.